السيسي الذي رأى السادات في حلمه ذات مرة وتنبأ بوصوله للحكم ممسكا سيفه الغارق في دماء المصريين يخرج علينا اليوم ليمسح حقبة السادات مدعيا أنه هو من يحارب الإرهاب منذ 9 سنوات ولم تتوقف الدولة عن العمل يوما واحد. بطل من ورق يدعي أن أعداءه 3: الفقر والجهل والتخلف. معدل الفقر الحالي في مصر 29.7%، يعني 29,700,000 مواطن تقريبا بيعيشوا تحت خط الفقر، بالتقريب يعني 30 مليون. نروح للعدو الثاني وهو الجهل. ان نسبة الامية في مصر 25.8%، عدد الاميين حوالي 25 مليون مواطن، ربع الشعب المصري جاهل. التخلف، الانفاق على البحث والتطوير في ميزانية البحث العلمي احنا في المركز 42 عالميا، بس هو بيعادي التخلف، ما بيحبوش قد عينيه. كان في ناس عامله مسابقه اول ما السيسي اعلن عن العاصمه الاداريه الجديده ان هو نسميها، احنا مش لاقين لها تسميه، فاحنا النهارده طلعنا لكم التسميه: الحلزونه. العاصمه الاداريه بتاعه السيسي اسمها الجديد هو الحلزونه، وهذا هو تقرير افريكا انتليجنس. يعني الحلزون والحلزونه، ما هو عادل امام كان بيقول الحلزون قبل الحلزونه، فسموا له العاصمه بتاعته الحلزونه، طالما هو كان زعلان قوي ان الناس سمت تفريعه قناه السويس بالترعة وقال لك طلعوا قالوا مش عارف ايه. فاليك الاتي يا عبد الفتاح، العاصمة الادارية الجديدة، رمز وقلب الجمهورية الجديدة بتاعتك اسمها الحلزونة. جمال مبارك ليس منافس للسيسي ولن يكون. الرجل فقد ادوات القوة وعلاقاته بالدولة العميقة، ومع ذلك يخشاه السيسي. جنرال مهزوز متوتر يخشى من ظله. في تجمع 10 اشخاص حول نجل مبارك خطورة على شعبيته الغير موجودة اصلا. لا يمكن لشعب مصري ثار ضد مبارك أب وابن ويترقب ثورة أخرى ضد السيسي أن يفاضل في نهاية الأمر بين سرطان وطعو. كانت سوزان مبارك كيف أن اللي يجي أحمد مبارك ده لعيب عبارات والشهرة والدنيا، ده اللي هيناسب جمال مبارك اللي جاي، ومبارك قفلت معاه تربسي. لا، أحمد الطيب اختلفوا، كان ساعتها مرات جمال مبارك حامل في البنت اللي سموها فريدة، فمبارك قفلت فقال لها شوف واحد ما تنفعش ما تختارش الأزهر وتسمي البنت، يا تسمي البنت اللي جايه يا تختارش الله. قلت لها يا عم اشبع مش الازهر بتاعك، انا حبيبتي انا اللي اسميها. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الدكتوره هاله السعيد، وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. فالحكومه الحمد لله هتسدد 2 مليار جنيه للشركات المصدره من متاخرات دعم الدوله للصادرات. ده تصريح الوزير البيه العظيم النابغه الجهبذ محمد معيط، وزير الماليه، بيقول لك ان احنا وفقا للتصريحات الرسميه. خلي بالك لانه في فرق بين حاجتين، في فرق بين التصريحات الرسميه اللي هي فيها الرقم ده وبين التقديرات الاقتصادية اللي بتقول ان الرقم ده تقريبا احنا لازم ندفع ضعفه 3 مرات. فالرقم الرسمي بيقول لك ايه؟ يتعين على مصر سداد 8.5 مليار دولار من الديون خلال الوقت المتبقي من العام الجاري. في بعض التقديرات الاقتصادية بتتكلم على حوالي 25 مليار مش بس 8 مليار. تعليم متدهور ومدارس محطمة في شمال سيناء. مع بداية العام الدراسي 2022-23 كان الوضع مختلف في شمال سيناء، زي ما قلت لحضراتكم من اكثر محافظات مصر معاناة من الإرهاب وقوات الأمن والجيش. بعض المدارس كانت محطمة تمام، كان بيدخل يقصف القرى باللي فيها، فكان في ناس بتموت وفي مدارس بيتم هدمها تماما وتحطيمها بشكل كبير جراء الاشتباكات ومعارك السنوات الماضية. يا سيادة الفريق انت بتقارن ايه بايه؟ يا سيادة الفريق الله يستركوا يا جماعة، بقى أصبح في ناس موجودة قدام هذه الكاميرات عندها قدر من المعرفة والبحث اللي بتكشف حقيقتكم وبتعريكم. عيب يا جماعة، ما صحش كده. احترموا نفسكم واحترموا عقول الناس، احترموا الناس اللي بتفرج على التلفزيونات وبتسمع. يابان ايه وألمانية ايه اللي عايزة تبقى زي مصر يا شيخ؟ فمش ممكن يعني اليابان وألمانيا عايزين يبقوا زينا. طب ما تيجي نشوف مصر كده. المساحة اكتر من 1,000,000 كيلومتر مربع، تملك ثلث اثار العالم وموارد طبيعية هائلة. عدد السكان 105 نسمة، نصف اطفالها حتى 5 سنوات مصابون بالانيميا. فطبعا ليهم حق يا جماعة ان هم يحسدونا، لانه الناس بتوع ألمانيا دول ناس صعبين قوي، والناس بتوع اليابان دول لا عندهم صناعة ولا عندهم رئيس زي اللي عندنا، ولا عندهم كامل الوزير، ولا عندهم قطارات، ولا عندهم أي حاجة. يا سيادة الفريق كفاياكو كذب. يا سيادة الفريق لو مش هتحترموا الناس
مش هتحترموا الشعب المصري، على الأقل احترموا نفسكم. من سعد الدين الشاذلي إلى عبد الفتاح السيسي، ومن الجمصي إلى محمد زكي، هكذا كانت قيادات الجيش المصري وهكذا أصبحت. فسلام على أبطال العبور ورجال القوات المسلحة الذين عبروا بمصر إلى المجد منذ 49 عاما. العار كل العار على جنرال قزم المؤسسة العسكرية وأهان تاريخها وهمش دورها وغير عقيدتها وجعل منها أداة لقمع المصريين لا للدفاع عنهم.